إخوتي وأخواتي، أريد أن أقول كلمة للمسيحيين. قالها يسوع: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. انقساماتنا في الكنائس هذا ليس شهادة. عدم الوحدة هي بتكون فعلا خلل الشيطان بيتسلل منه حتى يقضي على الجسد الواحد. في اختلافات وتنوع هذا شيء جميل. لما كل الأصابع بتلعب في البيانو سواء أسود أو أبيض تخرج بل تنتج ألحان عذبة جداً.